مرحبا مواليد برج الحمل، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 29 أدار مارس ل4 نيسان أبريل؟ الأحد 4 نيسان أبريل. شو في عنا بهذا الأسبوع؟ كل هيدا الأسبوع نحن تحت تأثيرات طبعا الشمس الموجودة برج الحمل ببرجكم، وطبعا كوكب الزهرة موجود ببرجكم. الأجواء ممتازة جدا بشكل عام، وهيدا الأسبوع هو من الأسابيع الجيدة لأنه خلاله رح بيكون في عنا قمر في برج ناري في برج القوس، ورح بتكون هذيك الايام من اجمل ايام واكثرها حظا. كيف بدها تكون ايامنا لحتى تختاروا من اول الطريق تختاروا ايامكم الاوفر حظا؟ وطبعا لازم تشوفوا الابراج الشهريه، لانه بالابراج الشهريه حاطه الايام الاكثر حظا والايام الاقل حظا باخر الفيديو. بنبلش مع يوم الاثنين. يوم الاثنين 29 اذار مارس، القمر موجود ببرج الميزان. لما القمر بيكون موجود ببرج الميزان معناتها هو في موقع معاكس لكم، ففيكم تتوقعوا انه يوم الاثنين يمكن يكون شبيه بيوم الاحد 28 اذار مارس، ويمكن يكون في بعض المآخذ عليكم، بعض الاهتمامات الزايده او الكبيره او يلي بتشكل لكم بعض الانزعاج او الاستياء او العجقه. هذا يوم الاثنين. الثلاثة والأربعة القمر بيكون ببرج العقرب، وهني هدول آخر يومين بشهر أدار مارس. لما القمر بيكون ببرج العقرب والشمس موجودة ببرج الحمل، رح بيكون في نوع من ضغوط كتيرة عم بتخليكم، رح تحسوا انه انتو عم تركضوا. يلي بيشوفكم بيوم الثلاثة ويوم الأربعة بده يقول شبههم راكدين عمهلكم، طولوا بالكم، ما رح تخلص تنقول هالشغلة من دونكم، انطروا. بس انتو حايصين وما رح تنطروا، معكم حق بدكم تخلصوا، لانه صار في شوية تأخير في الايام اللي سبقت، في تقريبا الخمس ايام اللي سبقت، وبالتالي معكم حق تركضوا لحتى تلحقوا، وهيك بتكونوا عم تختموا شهر اذار مارس بطريقة مرتبة. فما تأجلوا شيء، بالعكس ركزوا. مساقين ثلاثة واربعة يعني ايام فيها شغل، فاشتغلوا من كل قلكم وخلصوا اشغالكم وبتلحقوا، ما تعتلوها. الخميس والجمعة تاريخ واحد وتاريخ اثنين نيسان أبريل، القمر بيكون ببرج القوس عم بشكل مثلث فلكي مع برجكم. بتحلى الأيام، بتحلى الأوقات، وبتكثر الحظوظ بشكل هائل. ففي احتمال أنه الخميس والجمعة أنا برأيي هني انطلاقة سعيدة جدا جدا لشهر نيسان أبريل اللي هو شهر كتير حلو، لازم تسمعوا برجكم الشهري. إذا انطلاقة كتير مهمة، الخميس والجمعة من أجمل أيام أقواها حظا، وأنا حطتها بالفيديو الشهري أكثر الأيام حظا. ما تخلوا شيء ما تشتغلوه هذا الأسبوع الخميس والجمعة، لأنه فعلا بيبيض الوجه. بينما السبت والأحد القمر بيكون صار ببرج الجدي، هوني بلش يرتفع شوي، ترتفع شوي نسبة الضغوط عليكم، لكن ضغوط منا صعبة. تذكروا انه الشمس بعدها موجودة ببرجكم، وكوكب فينوس موجود ببرجكم، يعني كل شيء يتفاعل معكم، كل شيء عم بيلم معكم، عم بيساعدكم. هلأ اوكي صرتوا تحت ضغوط، مساق بانه سبت واحد في ناس عم تشتغل ناس ما عم تشتغل، عملوا حساباتكم انه فترة معقول تكون شوي ضاغطة، مهمة جدا. البعض يمكن ينطلب وراه على المكتب لحتى يقدم تقرير او حتى يبرر شيء معين، ويمكن يكون في خطه جديده او تفاهمات جديده. اذا اجمل ايام هي الخميس والجمعه انا برايي فلكيا. هلا كوكب الزهره يحمل هذا الاسبوع الكثير من الحظوظ لمواليد 30 اذار مارس ل 7 نيسان ابريل. بدكم تتابعوا الابراج اليوميه لانه كل يوم بعطي تفاصيل إضافية عن اليوميات. إذن أسبوع جميل بتمنى للجميع، وإلى اللقاء، ودعكم، باي باي.